على قطاع غزة، آخر التطورات والصورة التي ترد تباعا الآن على الإعلام الإسرائيلي في ظل حديث عن وقف إطلاق النار. إذن غزة على قرب من إعلان وقف إطلاق النار، هكذا متابعينا الكرام يقول الإعلام الإسرائيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم متابعينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة لآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية من قطاع غزة إلى فلسطين المحتلة مرورا بالقدس، مسيرة الأعلام، حديث إسرائيلي عن وقف إطلاق النار. متابعينا الكرام على قناة اليرموك الفضائية، متابعينا على المواقع الصديقة أينما كنتم، حياكم الله حياكم الله. وإذ غزة تجمع قوتها وتحضر بأهلها وتحضر بعصبة من الخير يفهمون حوارا عمقه مترابطون وعمقه موحدون، وعمقه طفلة في غزة وقفت فقالت بأننا هنا رغم الاحتلال منذ عام 1948، باقون على رغم القصف وعلى رغم الملاحقة وعلى رغم من كل شيء، لكن هنا غزة، هنا غزة الباقية المنتصرة التي تحضر في كل إيقاع من إيقاعات الوطن، غزة التي عصبت شعبنا وعادت الاعتبار لقوة شعبنا. سلام على أطفال غزة ونساء غزة وشباب غزة، للحاضرين فوق الأرض وتحت الأرض، غزة التي تحضر في كل التفاصيل والتي تقول كلمة عندما يسكت الكثير، يقول أهلها وتقول نساؤها ويقول رجالها عن الصبر والمصابرة والحضور. من قناة اليرموك إلى شركاء الإعلاميين، أهلا بكم في هذه التغطية. نبدأ متابعينا الكرام في الخبر العاجل الذي يرد الآن. ذبوح كما يقال هنا باللغة العبرية، إفسكات إيش؟ تدخيل الساعة العاشرة. إذا وقف لإطلاق النار يبدأ الساعة العاشرة، هكذا يقول الإعلام الإسرائيلي. يقولون متابعينا الكرام بأن الوسيط المصري استطاع أن يجري حوارات بعد أن نفت وسائل إعلام مختلفة أن يكون ذلك صحيحا، لكن متابعينا الكرام الاحتلال يقول بأن وسائل إعلام مصرية الجانبين في الإشارة إلى المقاومة الفلسطينية في غزة والجانب الإسرائيلي وافقوا أن تبدأ هناك بعد قليل، بعد ساعة من الآن، الساعة العاشرة تقريبا، وقف لإطلاق النار. قبل قليل المذيعة الإسرائيلية تسأل ماذا لديك من معلومات دقيقة حول وقف إطلاق النار، تقول بأن المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية كانت قد أشارت لإمكانية الوصول إلى وقف لإطلاق النار. كنت شخصيا استبعدت وقلت قد يكون ذلك يوم الاثنين. نحن نرقب متابعينا الكرام إعلان الغرفة العمليات المشتركة وحركة الجهاد الإسلامي عن إمكانية النقاشات حول التهدئة. قبل قليل متابعينا الكرام كان السؤال المركزي في استوديو 13 الإسرائيلية، ما الذي يجري الآن وما هي الصورة الحقيقية على الأرض، التفاصيل، هل أضعفنا قطاع غزة، هل أضعفنا حماس، هل أضعفنا الجهاد الإسلامي؟ مسؤول ثابت في الشباك الإسرائيلي يقول باختصار بكلمات: من كان يظن بأن المعركة كانت فقط تديرها في الإشارة إلى الجهاد الإسلامي واهم. هذه المعركة كانت تدار من غرفة عمليات مشتركة فيها كل الفصائل الفلسطينية. هذه العملية يقول الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بأنها أديرت من منهجية متراكمة كما تقول قناة 13 الإسرائيلية من كل الأجنحة. إسرائيل اختارت أن تقصف الجهاد الإسلامي حتى لا تتسع دائرة النار ويصبح هناك مواجهة كبيرة. متابعينا الكرام العين الإسرائيلية قبل النقاش في الدخول إلى التهدئة كما يقول الاحتلال الإسرائيلي، هناك جانبين كانوا يقولون مسيرة الإعلام يوم الخميس يجب أن نذهب إلى وقف إطلاق النار قبل هذا الموضوع، هكذا متابعينا الكرام يقولون، قبل الارتباط بعملية التصعيد يجب أن يكون هناك اتفاق واضح على أن يتم إمضاء عملية الإعلام أو مسيرة الإعلام. الجانب الآخر متابعينا الكرام في مشهد التحليل، التساؤل هل ردعت غزة؟ الإعلام الإسرائيلي بكل أدواته يتفق بأن ما جرى هو تصعيد بسيط لم تكن فيه حاضرة قوى المقاومة الفلسطينية بأبعادها الاستراتيجية، لم تستخدم القوة الحقيقية،
لم يكن هناك اشتباك واسع وكبير، هكذا يكون الإعلام الإسرائيلي. لأجل ذلك لا يوجد ردعية، هكذا هي النتيجة. يقول الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد هناك ردعية ولا يوجد هناك إنجازا حقيقيا غير عمليات الاغتيال. اغتيل تم اغتيال 5، ويقولون على سبيل المثال بأن الجهاد يمتلك 4000 مقاتل، استشهد منهم 27. هذا يعني بأن النتيجة في معادلة حالة الردع لم تتحقق بشكل استراتيجي. الاحتلال يقول متابعينا الكرام بأن عملية الاستهداف التي تتم للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هي ذاتها التي تمت في عمليات استهداف سابقة، لكن في كل عام يصبح هناك تصعيدا كبيرا. اختتمت النقاشات الإسرائيلية متابعينا الكرام حول التصعيد القادم، بمعنى يقول الاحتلال الإسرائيلي عندما كانت عمليات التصعيد تجري في كل لحظة من المقاومة الفلسطينية وترد إسرائيل بعمليات اغتيال، اغتيال الجعبري، اغتيال ريان، اغتيال سعيد صيام، اغتيال قيادات وازنة من المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس، اغتيال 3 من المجلس العسكري للقسام. والتساؤل متابعينا الكرام، هل توقفت المعركة؟ كان هذا السؤال التحليلي متابعينا الكرام لوسائل الإعلام الإسرائيلية والإسرائيلية التي تقول بأن كل ذلك لم يفضي إلى حالة التهدئة. الآن العين الإسرائيلية متابعينا الكرام حول الحادث القادم، حول العملية القادمة، ماذا يمكن أن يجري؟ ما هي الإنجازات الإسرائيلية التي يتم الحديث عنها؟ عودة متابعينا الكرام للترجمات. إذن متابعينا الكرام الخبر العاجل الآن استيماء ديون اتسل نتنياهو. إذا متابعينا الكرام مصدر أمني إسرائيلي يقول بأن النقاشات حول التهدئة قبل قليل انتهت، وأن نتنياهو يقول نعطي فرصة الآن بأن لا يكون هناك إطلاق النار، في إشارة إلى عملية التهدئة. إذا نتنياهو متابعينا الكرام يعطي تصريحا قبل قليل ويقول بأننا نعطي الفرصة في هذه الأثناء لإمكانية الذهاب إلى حالة التهدئة. إذن على ما يبدو بأننا أمام إمكانية لوقف إطلاق النار. هذا متابعينا الكرام كما أشرنا يأتي بعد 5 أيام من المواجهة، 5 أيام من عمليات الاغتيال، 5 أيام من إطلاق الصواريخ. المعطى الإسرائيلي متابعينا الكرام كان معكم من خلال المتابعة، يقولون بأن المقاومة في قطاع غزة أطلقت قرابة 1300 خضيفة، لكن دعونا نذهب إلى هذا التحليل المهم. ما שמעניין כאן זה האם המתווך המצרי ידע לנעול את הג'יהאד האסלאמי כדי שבא. إذن متابعينا الكرام يقول بأن الحديث الآن يدور عن الجانب المصري واستطاعته أن يمنع الجهاد الإسلامي من إطلاق الصواريخ. ما كوري أخشى بالشطح معال عزة أخشى יש كما عشرات مصابين قد خمسين هم نمتصين شم أخشى مخانين لكل تجوبة مهيرة. إذن ويقول بأن الإعلام الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية أي إطلاق نار تجري في هذه الأثناء قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار. شكت متخيل ليتأشط بمرخام ما شنيكرا أز إسرائيل مبخنتها أنتني مقدمين شكت يعني بشكت. ويقول بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم التزاما لأي نوع من الفصائل ولا للمصريين، والقضية تتعلق أوقف النار نوقف النار، هكذا يقول الإعلام الإسرائيلي. إذن متابعينا الكرام الاحتلال الآن يتخوف من إمكانية إطلاق صواريخ في اللحظة الأخيرة. إذن متابعينا الكرام يقولون بأن إيقاع التصاعد على الأرض إذا توقف فإن الأزمة الداخلية في داخل الكيان ستعود حول الإصلاحات القضائية والعودة إلى دائرة التظاهر الداخلي. מסתירה לחלוטין את הערת ההזרה מהכלכלה הישראלית. היא אומרת, רוצים העלאה של הדירוג או חוששים מהפחתה של הדירוג בעתיד? זה תלוי בהשגת ההסכמה לגבי המהפכה המשפטית, וזה נשאר מסר המרכזי. الآن متابعين الكرام صفارات الانذار متابعين الكرام. إذن الآن قبيلة نصف ساعة من عملية أو توقف عن عملية إطلاق النار، إذن صفارات الإنذار كما توقعنا وقلنا بأن الفصائل الفلسطينية تحرص حتى اللحظة الأخيرة من عملية إطلاق متباشرة إذا صدقت الرواية متابعينا الكرام لإمكانية دخول التهدئة. إذن متابعينا الكرام كما تتابعون الآن معنا
سنذهب إذن متابعينا الكرام بالتفاصيل. كما قلنا بأن الفصائل الفلسطينية تحرص في الدقيقة الأخيرة على حضور للمواجهة في أي لحظة، وتحرص على الضربة الأخيرة التي يمكن أن تكون في أي لحظة، وهذا يجعل متابعينا الكرام النقاشات الإسرائيلية دائما حول الساعة الأخيرة والدقيقة الأخيرة وما يمكن أن يجري خلال الساعات الأخيرة. نذكر متابعينا الكرام بأن الاحتلال الإسرائيلي إذن يتحدث في هذه الأثناء عن وقف لإطلاق النار يبدأ الساعة 10 هكذا التقديرات الإسرائيلية. النقاشات متابعينا الكرام، كان هناك نقاش مهم خلال الساعة الماضية والذي يكون متابعينا الكرام على فكرتين. الفكرة الأولى تتعلق بالإنجاز الإسرائيلي، إذا تحقق الإنجاز أو أن هناك إمكانية للعودة متابعينا الكرام للتصعيد من حيث الأبعاد وإمكانية حضور الأبعاد. نعتذر متابعينا الكرام عن هذا الخلل الفني والذي خرجنا من الصحافة الإسرائيلية. نعود مبارك. إذن متابعينا الكرام، إذن صفارات الإنذار في هذه الأثناء تدور ويسمع الآن متابعينا الكرام عديد صفارات الإنذار التي تسمع في مناطق مختلفة. نتمنى المشاركة من كافة المشاركين الآن، كما نذكركم بأن هذا البث المباشر يأتي مع أيضا شركائنا الإعلاميين قناة اليرموك الفضائية وأيضا عشرات المواقع التي تنقل مباشرة هذا التحليل ومتابعة هذا التحليل. إذا نعود للترجمة وما يجري. בכיר בג'יהאד האסלאמי אומר לסוכנות ידיעות פלסטינית לפני שתי דקות שהג'יהאד האסלאמי הסכים להצעה המצרית. اذا قائد ديف الجهاد الاسلامي صرح قبل قليل بانه يوافق على وقف اطلاق النار الساعه العاشره مساء. اذا متابعينا الكرام، الاعلام الاسرائيلي الان يقول بان قياديا فلسطينيا في حركه الجهاد الاسلامي ابلغت مصر بانها مستعده لوقف اطلاق النار، وبناء على ذلك تدخل اتفاقيه اطلاق النار الساعه العاشره. كلهم متكمسين للعنيان هذا وعد 10 ممشيخين يلحقهم رايناوا الازقوت بالعطف. قبل قليل متابعينا الكرام ومع اعلان الجهاد الاسلامي يقولون وقف لاطلاق النار، هناك عمليات اطلاق نار الان. عوده الى سديروت، ما الذي يجري عندكم؟ 10 صواريخ اطلقت قبل قليل. האם הפעם כמו בפעם הקודמת, אני מזכיר שהיה מתח למרכז הארץ, האם תבוא תגובה ישראלית או שעכשיו יורים? إذن متابعين الكرام الآن يقولون بأن قبيل إعلان عملية وقف إطلاق النار قامت الفصائل في قطاع غزة بإطلاق 10 صواريخ باتجاه مركز منطقة سديروت، ويقولون بأننا نبحث الآن فرضية إمكانية إطلاق الصاروخ الأخير باتجاه تل أبيب. هكذا موضوع متابعينا الكرام تعمد إليه الفصائل الفلسطينية في طقس من الجانبين. الفصائل الفلسطينية تقصف في اللحظة الأخيرة إلى مكان مهم، وأيضا الجيش الاحتلال يقصف في قطاع غزة إلى مكان يعتبر مهم. ما بين قطاع غزة وما بين الكيان الإسرائيلي هناك الآن عودة للتفاوض للحظة الأخيرة لإطلاق النار. أيضا متابعينا الكرام تصريح لقيادي في حركة الجهاد الإسلامي يقولون بأننا بدأنا على الأقل ووافقنا وأبلغنا المصريين على الوقف، على وقف متابعينا الكرام وقف إطلاق النار ويبدأ الساعة العاشرة. كما قلنا متابعينا الكرام متوقع أيضا أن تكون هناك رشقات قبل الساعة، قبل نهاية الساعة العاشرة بدقيقة. هكذا متابعينا الكرام اعتمدت الفصائل الفلسطينية إدارة اللحظة الأخيرة، إدارة اللحظة الأخيرة المرتبطة بعملية وقف إطلاق النار. الجانبين متابعينا الكرام، المقاومة الفلسطينية تريد أن تؤكد بأن يدها حلية. إذا يقول قبل قليل سقط الصاروخ ليس من البعيد المكان الذي تواجدنا فيه. إذا متابعينا الكرام سقوط أحد الصواريخ في منطقة إسرائيلية الآن. إذا متابعينا الكرام سقوط الصاروخ الذي أطلق قبل قليل من قطاع غزة في منطقة سديروت ليس بعيدا عن هذا الاستوديو كما يقول المراسل الإسرائيلي.
يسأل هل أغلق هذا التصعيد؟ يقول لست أدري بعد، لكن سنرقب وإياكم متابعينا الكرام عملية التصعيد. نتمنى منكم متابعة ومشاركة على صفحاتكم، بالإضافة متابعة قناة الإيرموك الفضائية التي تنقل هذا البث المباشر، وأيضا نتمنى منكم في ظل البلاغات التي ترد على صفحاتنا العمل على نقل ما نقول. هناك خبر عاجل الآن. إذن قائد الآن كان الجيش الإسرائيلي يصرح بأننا نفحص إمكانية أن يكون هناك حالة من ثبات لوقف إطلاق النار، ونحن على استعداد. تقول أحد المرات بأننا لا نوافق على إطلاق النار، وعندما يسأل متابعينا الكرام كم هي حالة النزوح من منطقة الجنوب، 70% من المستوطنين في منطقة الجنوب على الأقل لا يتواجدون الآن، و90% من غلاف غزة نزحوا إلى تل أبيب. إذن متابعينا الكرام 40 دقيقة إذن متابعينا الكرام يدور الحديث إذن عن 40 دقيقة لدخول وقف إطلاق النار. سنرقب وإياكم في هذا البث المباشر لإمكانية تحقق وقف إطلاق النار، ما الذي يمكن أن يجري خلال الساعة القادمة. سنبقى معكم بالتحليل والقراءة والترجمة لآخر المعطيات والانطباع الإسرائيلي حول ذلك، وأيضا القراءة الفلسطينية حول ذلك. إذن يقول كانت إسرائيل معنية بوقف إطلاق النار كون أن مسيرة الأعلام كانت ستكون يوم الخميس، وأيضا توحيد مدينة القدس سيكون أيضا خلال الأسبوع القادم، ويقول بأن هذه الفعالية الآن يراد منها التوقف حتى الساعة حتى لا يكون هناك استمرار لحالة التصعيد كما يقول الاحتلال الإسرائيلي. נכון טלי, אבל בהמשך לדברים של רונן מנלי, אף אחד מהתושבים פה לא שוגע באשליות שהעמקת המבצע, חיסול עוד בכירים יביא פה לאיזה שקט מוחלט. התושבים קונים אפילו שקט חודשיים, שלושה, חצי שנה. إذن مواطنون في منطقة الجنوب يقولون يسمعون المذيعين الإسرائيليين القضية لا تتعلق في هذا التصعيد، وإنما بعد 3 أشهر إلى 4 أشهر ستندلع مواجهة أخرى مع قطاع غزة، بين قوسين ستعود دائرة التصعيد مرة أخرى، هذا لم يخلق حالة ردعية بعد لقطاع غزة. هكذا يقول المتابعين الكرام. المحللون الإسرائيليون يقولون بأن الحقيقة ليست كما يحاول البعض أن يصدرها، لم تردع غزة، وهذا يجعل الأمر مرتبط بإمكانية التصعيد في أي لحظة، في أي لحظة سيكون هناك مشهد للتصعيد، هكذا يقول الإسرائيليون. المشكلة كما يقولون الآن ليست مرتبطة بالتصعيد الحالي، وإنما القضية هي مرتبطة بالتصعيد القادم، خلال الأشهر القادمة سيكون تصعيد وكأن الأمر لم يحدث من قبل. الاحتلال يقول الآن المقاربات قوة متداخلة
بمعنى متابعينا الكرام بأن الإيقاع المتسارع من المقاومة الفلسطينية كما تقول يقول الكيان بأنه اعتمد دائرتين: التأثير على المجتمع الإسرائيلي، التأثير على الدولة، التأثير على المستوطنين، الإزاحة التي تعرض لها المستوطنون باتجاه منطقة الجنوب. كل ذلك أدخل الكيان في معضلة، هذه المعضلة تحت عنوان بأن الفصائل الفلسطينية استمرت للحظات الأخيرة في عملية توجيه الضربات، ولم يقتنع المجتمع الإسرائيلي بأن هناك ردعية تحققت من خلال هذه العملية. الأعلام، هل توقفت الحادثة؟ هل الحادثة ما زالت مستمرة؟ هل الاستمرار في هذه الحادثة يمكن أن يبنى عليها؟ نحن أمام تحليلات وقراءات ما يمكن أن يكون خلال الساعات القادمة. אז אנחנו עוד נשוב ונתתקן אתכם בהמשך. אנחנו רוצים לעבור לכתבנו איתי בלומנטל, גם הוא היה באזור מוגן עד לפני דקות אחדות. אתה נמצא בעוטף עזה, איתי, תוצאות של המתח האחרון הזה. אז מה היא נתיגת القصف الذي جرى قبل قليل, מה היא הסורה? יורטו כל הרקטות שוגרו, כשבע רקטות. אז סבע צורי חוצקת לקטע גזה, כמת מנדומת הקופלה החדידיה בלעתרב. ואפשר לסכם בינתיים, מקווה שאולי זה יסתיים, כ-230 רקטות שוגרו ביממה האחרונה מרצועת... إذن أكثر من 1200 صاروخ اطلقا من قطاع غزة منذ بداية التصعيد, ولسنا ندري هل توقف الأمر أما أننا أمام حالات اختبار ستظل قائمة. וגם בשלב הזה, למרות ירי הרקטות מאוד מאוד קט כאן, בניגוד למה שראינו במהלך היממה האחרונה, גם לא שומעים הפעם כלי טייס של חיל האוויר. يقول حتى الساعة لم نرى أيضا ولم نسمع حركة للطيران الإسرائيلي كما كانت عليه في الساعات الماضية. רוצות להעביר מסר לתושבים, אומרים שלאור לקחי 40 ירי מסיבי סמוך להפסקות האש הצפויות. إذن التحذيرات للمستوطنين للإسرائيليين, انتبهوا, قد يكون متابعينا الكرام عملية إطلاق قد تحدث قبيل دخول عملية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ, وبناء على ذلك متابعينا الكرام أين في قطاع غزة يمكن التأكيد من خلال التعليقات, هل هناك صوت للطيران كما كان الوضع عليك خلال الساعات الماضية؟ يمكن التعليق والكتاب. تسخوت لاجن على عصمه بميضه و طيب واخر الساعه الزوري ده نوتن لها قد لجيتيماتيا جام افيلو بمشور بين لهومي. اذا متابعينا الكرام الصور الان, متابعينا الكرام في هذه اللحظات الصور تسلط على سماء قطاع غزه من قبل الاعلام الاسرائيلي, وتقوم الاعلام الاسرائيلي بعمليه نقل هذه الصوره وسماء غزه وامكانيه ان يكون هناك اطلاق في هذه اللحظه. כי בסופו של דבר ג'יהאד איסלאמי זה ג'יהאד איסלאמי שבעצם מממן מימון מלא, זה איראן, אנחנו יודעים שגם איראן... إذن الآن صفارات الإنذار تدوي متابعينا الكرام في منطقة أبو سالم ومنطقة حليات ومنطقة يغول. إذن متابعينا الكرام صفارات الإنذار ثلاث مناطق الآن تتعرض إلى عملية إطلاق, خمس مناطق, ست مناطق, سبع مناطق. إذن الآن صفارات الإنذار تسمع الآن في ست مناطق في داخل الكيان قبيل ساعة من دخول, أو أقل من ذلك, نصف ساعة من دخول وقف إطلاق النار حزب خذها المتابعين الكرام. صفارات الإنذار الآن تدوي في هذه الأثناء قبيل تقريبا ساعة, نصف ساعة من وقف إطلاق النار كما يقول الإعلام الإسرائيلي. כי דיברנו על זה קודם, שההנהגה נמצאת בלבנון. בלבנון ההשפעה של האיראנים היא פי ארבע יותר חזקה מאשר כל דבר אחר. إذن المناقشات الإسرائيلية يكون منتظم مثل حركة الجهاد الإسلامي. قام بقصف إسرائيل والتساؤل, وكانت إيران لها علاقة مباشرة في توجيه هذه الضربة, وهل حققنا فعلا الردعية لقطاع غزة؟ هذا النقاش متابعينا الكرام في هذه الأثناء. إذن النقاشات الإسرائيلية حول الردعية, حول الإنجاز, حول ما يكون, الإجابات الإسرائيلية يقولون بأننا اقتلنا خمسة أو ستة من قيادات الجهاد, ضربنا عديد المستودعات للمقاومة الفلسطينية, لكن التساؤل تصر المذيعة الإسرائيلية, كيف يمكن أن نقنع المستوطنين
المتطرفين في منطقة الجنوب بألا يكون هناك تصعيد آخر. هذا التساؤل متابعينا الكرام. إذا ما زالت متابعينا الكرام صفارات الإنذار تسمع وما زالت صواريخ تخرج من قطاع غزة من أكثر من مكان. إذا متابعينا الكرام ואני מציע להיות ערני גם למרכז הארץ ולמקומות יותר מרוחקים. השעה האחרונה יותר מסוכנת. إذن يقولون هذه نصف ساعة هي خطيرة للغاية، انتبهوا. سيكون هناك إطلاق إلى تل أبيب، احذروا. النصف ساعة الأخيرة هكذا متابعينا الكرام يقولون. النصف ساعة الأخيرة سيكون هناك إطلاقات اتجاه منطقة تل أبيب، انتبهوا. هكذا يحذر الإعلام الإسرائيلي في هذه اللحظات. يقول متابعينا الكرام أيضا حالة التحذير، اليد العليا، الصورة الأخيرة، من يلتقط الصورة الأخيرة؟ لا نجيب على يري هذا. بكل مك 10:30 הערב יהיה הערכת מצב אצל הרמטכ"ל. ישקלו שם את כל הדברים האלה, נראה אם אחרי 10 יש משהו שנמשך, ואז יתקבלו כל מיני המלצות ונראה לאן הולכים כאן. אז צריך באמת להבין שיש פה מאמץ של הג'יהאד האיסלאמי להביא איזה משהו ולתקוע איזה עצמו בעין. إذا متابعينا الكرام كما يقول المراسل الإسرائيلي نحن ظل نصف ساعة على الأقل ستكون حساسة. المستوى الأمني يجري عملية تقييم يرقب ما الذي يجري. يقولون بأن الفصائل الفلسطينية ستضع إصبعا في العين، يريدون حتى اللحظة الأخيرة التأكيد على أنهم قادرون على عملية القصف. إذا الجهاد الإسلامي يؤكد قبل قليل بأنه مستعد لوقف إطلاق النار، أو أبلغ متابعينا الكرام بأنه يقوم بإطلاق، أو أبلغ الوسطاء بأنهم مستعدون لوقف إطلاق النار. إذا يحذرون من عملية قصف في هذه اللحظات لإمكانية الإصابة والإطلاق في منطقة قطاع غزة، من قطاع غزة إلى منطقة تل أبيب والوسط، هكذا يحذرون. نכון، ولكن خبرين، أنا كان مبين من غورمي البيتخون الإسرائيليين، شذي نرى الערب، ذي كان نرى الערب. نرى ما، أفشار ليروت لأوتيت، لا لا لا، كمان مبخنات التقدمت لسيوم. זה נראה מבחינת ישראל. אבל זה עוד פעם, זה תלוי בצד הישראלי, היינו באותה נקודה. إذا متابعينا الكرام مصدر أمني إسرائيلي يبلغ الآن بأننا ذاهبون إلى وقف إطلاق النار، هكذا يتحدث الإعلام الإسرائيلي. إذا مصدر أمني إسرائيلي يقول متابعينا الكرام بأننا ذاهبون لعملية وقف إطلاق النار، هذا هو الاتجاه التلخيصي لعملية الحوار. לא בטוח שהיינו עכשיו בתוך דיבורים על 10 בלילה הפסקה. إذن يقول في حال قصف تل أبيب، إذا تم قصف جوش دان في الإشارة إلى تل أبيب، سيعاد النقاش إلى أي توقيت بالضبط ستدخل وقف عملية إطلاق النار. هم يتوقعون متابعينا الكرام في كل لحظة، في كل دقيقة أن تسمع صفارات الإنذار، 10 إلا 10، 10 إلا 4 دقائق، سيكون هناك عملية قصف، هكذا هم يتوقعون. يقولون بأن سبر الفصائل الفلسطينية متابعينا الكرام بأنها تطلق الصواريخ حتى اللحظة الأخيرة. هذا متابعينا الكرام الحديث الإسرائيلي حول المواجهة. إذا نحن أمام مواجهة مستمرة، وحالة تصعيد مستمرة، ورسائل مستمرة ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. هنا نذهب إلى هذه الترجمة. الجهاد الإسلامي يؤكد أن هناك وقف لإطلاق النار. שהשקיעו על מנת להשיג את ההסכם המכובד הזה בעניין הזה. الآن صفارات الإنذار في هذه الأثناء تسمع الآن في منطقة غلاف غزة، إذا يبدو أن هناك رشقة الآن. إذا تقول تتحدث عن وقف إطلاق النار وبتقول الآن تسمع صفارات الإنذار، ما هي المقاربات؟ هكذا الذي يجعل الاحتلال الإسرائيلي بن جن بين قوسين الحديث عن وقف إطلاق النار، ومرة أخرى للحظة الأخيرة الفصائل الفلسطينية تعيد عملية الإطلاق. قائد أو مسؤول في المنطقة الجبهة الداخلية بكل الإسرائيليين انتبهوا، ظلوا في الملاجئ، سيكون هناك عمليات قصف، انتبهوا هناك سيكون. إذا ולמרות שבג'יהאד מודיעים על כך גם כן באופן רשמי, בירושלים, תמר, עדיין אין התייחסות רשמית.
ما يمكن أن يحدث، وبناء على ذلك التقديرات متابعينا الكرام الإسرائيلي يحدث للتصعيد من عدمه. هذا نقاش يعاد الآن حول إمكانية الهدنة من عدمها، هذا نقاش. إذن من انتفوت ما هو الوضع لديك؟ إذن قبل قليل كان هناك جولة أو من نتيفوت، كان هناك باتجاه إطلاق صواريخ من منطقة نتيفوت. إذن هذا المكان الذي يقومون البث منه هو أحد المواقع الإسرائيلية الأكبر الآن، والتي تضم عادة المئات من المستوطنين، والذين كما تتابعون أفراد من الجيش الذين يتجولون، وبعض المارة. معنى ذلك بأن الشلل ما زال في منطقة الجنوب، والتحسب للحظة الأخيرة بأن هناك إمكانية للإطلاق. إذن الخوف الكبير كما يقولون، اللحظات الأخيرة، الدقائق الأخيرة، يمكن أن يكون هناك إطلاق ويمكن أن يكون هناك إصابات، وهم يقولون بأن على المستوطنين على الأقل الانتباه وأخذ الحيطة والحذر حتى الساعة الأخيرة. إذن يقولون عن حالة الإصابات الثلاثة، أعلن عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين بجراح خطيرة، ويقولون بأن الإيقاع العام، الإيقاع العام حتى الساعة هو تخوف وترقب من اللحظات الأخيرة. שתשמע כאן בטח במרחבים הפתוחים צריכים להיכנס למרחבים המוגנים כדי שהאירועים הללו לא יסתיימו בעוד אסונות כאלה. תודה רבה. חן, כן, עוד של הג'יהאד האסלאמי שישראל התחייבה לא לפגוע באזרחים, לא לפגוע ולא להפציץ בתים ברצועת עזה. إذن يقول المذيع الإسرائيلي بأن الجهاد أعلنت الآن على أنها وصلت إلى وقف لإطلاق النار، مهم واستراتيجي، عدم مس بالمدنيين، عدم تفجير البيوت، وعدم الاستهداف في قطاع غزة، وبناء على ذلك وافقت عبر الوسيط المصري بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار. שלא משנה מה הנוסח הסופי שיוסכם עליו, ברור להם שהג'יהאד יתפאר ויבוא ויגיד שישראל הסכימה להפסיק את החיסולים הממוקדים. גורם מדיני בכיר אומר, אין דבר כזה, ברגע שתהיה איזושהי התראה. إذن هناك قيادي إسرائيلي الآن ينفي تعاود إسرائيل بعدم المس والاغتيال في حال كان هناك خطر يحدق بإسرائيل أو قيام نشطاء بإمكانية إطلاق الصواريخ. זה הדרג המדיני בירושלים לא הסכים, היו נזכיר גם דרישות נוספות, בין היתר ביטול מצד רואות העובדה שאנחנו כנראה מתכנסות לקראת הפסקת אש, האירוע הזה בסוף השבוע, מצעד הדגלים, זה עדיין אירוע מאוד נפיץ שעולה גם במצב אצל ראש הממשלה ואצל שר הביטחון. إذن متابعين الكرام، النقاشات الآن، النقاشات الآن تنقلب بدفة أخرى حول مسيرة الأعلام، مركزية مسيرة الأعلام، أهمية مسيرة الأعلام، كيف يمكن أن تمضي مسيرة الأعلام، كيف يمكن أن يعاد الاعتبار لقراءة المشهد في مسيرة الأعلام. كل هذا نقاش الآن متابعينا الكرام في داخل الكيان. هل سنعود؟ إذن حديث داخل إسرائيلي حول الجريمة الداخلية. نعود إلى الحدث الذي إذا نعود متابعينا الكرام للنقاشات الإسرائيلية حول التهدئة، حول الوصول إلى التهدئة، حول إعلان التهدئة. إذا هناك جانبين، الجانب الإسرائيلي ألمح متابعينا الكرام بأن هناك وقف لإطلاق النار، وأن هناك موافقة إسرائيلية لوقف إطلاق النار. مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي ينقل عنه الاحتلال الإسرائيلي قوله بأننا حققنا اتفاقا مهما، هذا الاتفاق يفضي إلى عدم القيام بعملية الاغتيال أو المس ببيوت الفلسطينيين أو عملية استهداف المواطنين في قطاع غزة، وهذا تحقق من خلال المواجهة الأخيرة. ويقولون لأن هذا الاتفاق توصلنا إليه مع الوسيط المصري. في الجانب الإسرائيلي هناك متابعينا الكرام بحث عن الدقيقة الأخيرة وبحث عن الصورة الأخيرة. نحن نقترب متابعينا الكرام إلى حاجز 20 دقيقة للحاجز الذي يمكن أن تتصاعد فيه الأمور في أي لحظة. والاحتلال إذن متابعينا الكرام
يدير نقاشا حول اللحظة الأخيرة. كان هناك تحذير من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قالت للإسرائيليين انتبهوا، يمكن أن يكون هناك إطلاق حتى اللحظة الأخيرة. التقدير الإسرائيلي بأن تل أبيب يمكن أن تكون تحت القصف، عسقلان يمكن أن تكون تحت القصف، نتيفوت يمكن أن تكون تحت القصف، ريحيفوت يمكن أن تكون تحت القصف، ويحذرون من ذلك ويقولون للمستوطنين ابقوا بجانب الملاجئ، نحن حتى الساعة 10 يمكن أن يكون هناك تهور بين قوسين. إذن 20 دقيقة كما تقول مذيعة الإسرائيلية، وسيبان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكما يكتب أهلنا في قطاع غزة، هل ستكون هناك رشقات خلال الساعة القادمة؟ إذن نحاول أن نأخذ متابعينا الكرام ونجمع الصورة النهائية للمشهد الإسرائيلي. والآن كما تشاهدون فترة الدعايات الإسرائيلية، نحاول أن نصل إلى دائرة من التغطية للحظة الأخيرة وما يكون خلال الدقيقة الأخيرة من حالة التصعيد وقراءة المشهد من جديد. إذا نعود متابعينا الكرام، هذه فقرة دعايات إسرائيلية، سنعاود الاتصال أو معاود متابعة المشهد حتى الساعة. إذا متابعينا الكرام، هذه الصورة من قطاع غزة، كافة وسائل الإعلام العالمية والعربية ومتابعة دقيقة لما يجري في قطاع غزة. غزة اليوم أصبحت الخبر الرئيس على الشاشات العالمية، 5 قنوات إسرائيلية تنقل عن قطاع غزة، يدعوت أحرنوت، معاريف، أكثر من 18 موقعا إسرائيليا ينقلون الخبر الرئيس من قطاع غزة، غزة توافق على وقف إطلاق النار. إذا متابعينا الكرام، الخبر الأهم في هذه الأثناء هو بأن المقاومة الفلسطينية توافق على على وقف إطلاق النار كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. الإعلام الإسرائيلي يعيد الاعتبار للنقاشات، أين ومتى وما هو التوقيت وما هو السبب الذي يمكن متابعينا الكرام أن تبدأ فيه عملية تصعيد جديدة. على ما يبدو هناك الآن رشقة كما يؤشر إلى ذلك. إذا متابعينا الكرام، الآن عملية إطلاق نار باتجاه تل أبيب. الآن متابعينا الكرام، هناك الآن إطلاق صواريخ، دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه تل أبيب. إذا ريشون لتسيون، بلبخيم، القاعدة العسكرية، حولون في منطقة الوسط، غوش شورك في منطقة الوسط، إذا 4 مناطق في تل أبيب وقاعدة عسكرية. يتم الآن سماع صفارات الإنذار في هذه الأثناء، 4 مواقع رئيسية في منطقة الوسط وصولا إلى تل أبيب الآن تقصف بحسب الإعلام الإسرائيلي وصفارات الإنذار. متابعينا الكرام، كما تتابعون الآن في هذه اللحظات تسمع الآن في تل أبيب. إذن متابعينا الكرام، كما كنت قد أشرت لكم، الدقيقة الأخيرة يمكن أن تكون فارقة. الدقيقة الأخيرة تبحث الفصائل الفلسطينية عن تسجيل أهدافها. الجهاد الإسلامي يرد في الدقائق الأخيرة ويقول بأن عملية الاغتيال للحظة الأخيرة كما يقولون الآن ما زالت جاهزة، وأن قدرتها ما زالت موجودة، وأن غرفة العمليات المشتركة ما زالت تسيطر على الأوضاع، وأن الإدارة للحدث من الفصائل الفلسطينية ما زال في ذروته. معنى ذلك متابعينا الكرام، العودة إلى الخبر العاجل، صفارات الإنذار متابعينا الكرام، حتى الساعة ما زالت هي سيدة الموقف، ومتابعينا الكرام ما زال الحدث إذن في ذروته. نحن الآن نقترب إلى الساعة، إلى ربع ساعة من دخول وقف عمليات أو وقف إطلاق النار. إذن متابعينا الكرام، إذن في هذه الأثناء ما زلنا أمام 14 دقيقة لوقف إطلاق النار، هكذا بات المشهد متابعينا الكرام. إذن 4 مواقع في تل أبيب تقصف الآن، والنقاشات الإسرائيلية شو صار، والصورة لدى الاحتلال الآن. إذن كرم شالوم أيضا في هذه الأثناء يسمع فيها صفارات الإنذار، 3 مواقع في منطقة غلاف غزة يجري الآن سماع صفارات الإنذار. إذن هذا متابعينا الكرام يقول مراسل الإسرائيلي، هذا الإطلاق هو إعلان انتهاء عملية التصعيد على قطاع غزة. תת-אלוף צביקי טסלר, אנחנו רואים עכשיו את המסך, אנחנו רואים את התמונות, את הצבע האדום, זה ממחיש את הסכנה שלה.
إذن مسؤول في القيادة الجبلية الداخلية يقول حضرنا لأنه يمكن أن يكون هناك ما زالت إذن موجة إطلاق الصواريخ تطلق الآن ثلاثة مواقع إسرائيلية أيضا تتعرض للقصف بحسب الإعلام الإسرائيلي. ולכן גם אחרי השעה 10 ובוודאי בדקות הקרובות ישמור על ערנות מרבית. כן, אבל... حتى בדקיק האחירה יווג'ה על חדית למוסלטנים שיבקו פי בויותיקו. גם באזור עוטף עזה, ירון אברהם, מה אתה שומע? מה אתה תשמע פי לגלף רזה? שוב תשמע. דקות. إذا إطلاق كبير الآن يجري، إطلاق كبير يقول مراسل إسرائيل. الآن نيرعام أيضا تقصف، إيفيم تقصف، سديرود تقصف، هذه الصورة متابعينا الكرام كما تشاهدون، المراسلون والمستوطنون بالجملة كافة المراسلين يدخلون كما تتابعون الآن في الصورة إلى الملجأ خشية من عملية الإطلاق التي ما زالت الآن مستمرة، الآن فترات الإنذار في سديرود مرة أخرى. צבע אדום בסדרות. נגיד שחיל האוויר התחיל תקיפה עכשיו את המשגרים. סליחה? חיל האוויר עכשיו תוקף את המשגרים. إذن متابعينا الكرام يقول الآن سلاح الجو الإسرائيلي في هذه الأثناء يقوم بعملية قصف في قطاع غزة. של חיל האוויר כשברור שכללי המשחק בהקשר הזה. إذن متابعينا الكرام الجيش الإسرائيلي يقول بأن الآن يرد على إطلاق النار بعملية واستهداف في قطاع غزة. عبر גוש דן. ماذا جرى في تل أبيب؟ تسأل المراسل الإسرائيلي. إذا قبل قليل سمعت الانفجارات في منطقة ريشون لتيون وسفيلا وتل أبيب حتى الساعة لا يدور الحديث عن إصابات ويقول بأن قبعة حديدية تم تفعيلها وهذه الصورة للصواريخ التي كانت في سماء تل أبيب אזעקות שנשמעו באזור. אילן אספארת אלנדאר אינטלקת מעבדי עמליית אלאטלאק. עד כה לא דווחנו לא הנפגעים. חתא סעה נפחס לכן חתא סעה לא יוג'ד לדינה אלחדית עני סבת. אנחנו ראינו התנהלות שגרתית של האנשים, הטיילת והחוף היה עמוס באנשים, וכרגע נכון לעכשיו שום אירוע חריג. إذا متابعينا الكرام يقول قبل قليل تم استهداف تل أبيب ومناطق مختلفة في منطقة تل أبيب ونحن على الأقل سمعنا صوت الانفجارات وشاهدنا منظومة القبة الحديدية على الأقل في سماء تل أبيب. إذا متابعينا الكرام في سماء تل أبيب الآن الصورة كما تتابعون على الأقل مباشرة تظهر الصورة متابعينا الكرام ويظهر المشهد لعملية الإطلاق في سماء تل أبيب وإذا الأصوات تسمع بشكل كبير لعملية الاستهداف الآن يقولون بأن غوش دان التي قصفت إذا متابعينا الكرام كان طيران الجيش الإسرائيلي الذي هو في السماء يقوم بعملية استهداف للمواقع التي تم منها عمليات الإطلاق إذا متابعينا الكرام الآن على خلفية الإطلاق هناك مشاورات تجري الآن في مكتب نتنياهو وأيضا مشاورات تجري متابعينا الكرام لدى جيش الاحتلال لتقييم الموقف عمليات إطلاق الصواريخ في هذه الأبدان. إذا ما زلنا نحذر يقولون الآن ما زلنا نحذر ونقول انتبهوا ابقوا في بيوتكم للحظة الأخيرة يمكن أن يكون هناك تصعيد. إذا غوش دان وسديروت ومنطقة غلاف غزة ولا يدور של הרקטות חלקם מתפוצצות בשטחים פתוחים באשכול כמה في منطقة אשכול تم ايضا سقوط صاروخ בתים וליישובים אבל אין גם שם אין נפגעים בגוף צריך לומר ש إذا يقول هناك إصابات تحققت لكن لم يتم إصابة مستوطنين حتى الساعة קודמים לצערנו הרב ברגעים כאלה אנשים נפגעים يقول دائما انتبهوا في اللحظات الاخيره في مثل هذا الوضع يكون اصابات لاجل ذلك التنويه للمستوطنين ابقوا في بيوتكم. אני יכול להגיד לך, דנה, קצת מהתחושות שלי, מהאווירה כאן, יש איזושהי התרופפות, אנשים מתחילים לצאת החוצה, מבינים שהולכים לכיוון של הפסקת אש,
ولخين بامت خشوب لاجي دفكه اخشاب لاناسين. اذا المهم متابعينا الكرام عند سماع النقاشات حول اطلاق النار كما يقولون وقف اطلاق النار وامكانيه وقف اطلاق النار، علينا الانتباه باننا في كل لحظه امكانيه ان يكون هناك استهداف، هذا يمكن ان يحدث في اللحظات الاخيره، وعليكم الانتباه في الجانب الاخر. متابعينا الكرام، ما زلنا امام حاله الاختبار لوقف اطلاق النار كما تقول وسائل الاعلام الاسرائيليه. של ההסכם להפסקת האש, מצד שני בשטח השיגורים נמשכים. كيف تشاهد الحديث الان عن صفارات انذار واطلاق وحديث عن وقف اطلاق النار، كيف تركب هذا المشهد؟ רואים את זה מול העיניים את الان صفارات الانذار متابعينا الكرام. اوكي كل كح ميتانو مشون دبر مفاجئ אגב בשיגור הזה مش هذا ليس مفاجئا العبر مكير את הדבר הזה בהחלט نحن نعرف انه في كل عمليات تصعيد اللحظات الاخيره تعمد الفصائل الفلسطينيه على اطلاق صواريخ ويريدون دائما تسجيل الضربة الأخيرة. קיבלנו אישוש לעובדה שבאמת יש הפסקת אש אמורה. إذا صفارات الإنذار الآن مرة أخرى رشقة جديدة في هذه الأثناء متابعينا الكرام. إذا مرة أخرى تقول المذيعة الإسرائيلية صفارات الإنذار كمان مرة تسمع الآن في منطقة غلاف غزة. إذا كل الاتجاهات تقول بأن الساعة العاشرة ستكون قريبة من وقف إطلاق النار، 10 دقائق متبقية وسيبان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من عملية إطلاق النار ووقف إطلاق النار. ואני חושב שאת יודעת, אם אנחנו באמת הולכים לקראת הסיום, אגב, הירי האחרון... אלא מה בעד הזה התסעיד ועמליית אל-אטלאק, סנקון אמם דקאיק אכתיבר, הל פעלן אנחנו דאיבון, על אל-אקל, לוקפי אטלאק אל-נאר, אמ לי אסתמרר עמליית אל-תסעיד. והשנייה זה בכלל יהודה ושומרון, ג'יהאד איסלאמי ניסה, מנסה, ומן הסתם ינסה לא פחות להוציא פיגועים גם בעתיד הקרוב, מן הסתם. إذن أيضا مصادر أمنية إسرائيلية تقول بأن هناك إمكانية لتنفيذ هجمات من الضفة الغربية، وهذا غير معزول عن حالة التصعيد في قطاع غزة. في فلسطين في عنا. إذا سنكون معكم أيضا في هذه النقاشة. 10 دقائق تشاهدوا بمرحبين بنين كي بטח שמדובר בירות כל כך גבוה. إذا كما تتابعون الصورة الآن وراء المذيعين الإسرائيليين، وأنا برأيي هذه ترتيب من جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، يقولون إسديروت حزكا، بمعنى أن إسديروت قوية. إذا محاولة الإضفاء على دائرة قراءة المشهد الإسرائيلي وكيف يدور الآن تصدير المشهد الآن متابعينا الكرام، في ظل رفع يافطة إسديروت قوية صفارات الإنذار تدوي الآن في منطقة إسديروت. إذا موجة كبيرة من الإطلاق في اللحظة الأخيرة، على الرغم من نقترب من حاجز 7 دقائق لوقف إطلاق النار، لكن متابعينا الكرام ما زالت عملية إطلاق النار ما زالت تستمر. إذا النصائح حتى اللحظة الأخيرة، ابقوا في بيوتكم، ظلوا بالقرب من الملاجئ، عندما تسمعون صفارات الإنذار تحرجوا على الدرج للوصول إلى الملاجئ، هكذا التوصيات متابعينا الكرام من قبل الاحتلال الإسرائيلي. انتبهوا حتى الساعة العاشرة، حتى الساعة العاشرة يؤكدون، انتبهوا انتبهوا هكذا النداءات الإسرائيلية. إذا الآن أيضا مرة أخرى صفارات الإنذار في منطقة غديف عزة، نير عام، نير عوز عفوا، نيريم. המגעים להפסקת אש נמשכים, זה צפוי להתכנס כבר בעוד 7 דקות לקראת הפסקת אש, אין עדיין הודעה ישראלית. حتى الساعة على الرغم متبقي 7 دقائق من وقف إطلاق النار والدخول في وقت إطلاق النار، صفارات الإنذار ما زالت تسمع، والجانب الآخر الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة لم يعلن رسميا عن وقف إطلاق النار. نبهر את מה שאנחנו רואים כרגע רק על המסך, על מתחים ועוד מתחים. אנחנו רואים כאן אזעקה אחת שנגמרת ואזעקה שנייה שמתחילה באזור עוטף עזה וכל זה. إذا قبل 6 دقائق من عملية إطلاق من وقف إطلاق النار، ما زلنا أمام رشقات تخرج من أكثر من مكان، قصف عنيف إذا من قطاع غزة، إذا إسديروت، إيفين، نير عام، إذا 4 مواقع الآن متابعينا الكرام تقصف
وما زال الوضع على حاله. إذن إذن الآن 6 مواقع تقصف في هذه الأثناء قبل 5 دقائق من وقف إطلاق النار. 13 موقعا من تل أبيب إلى غلاف غزة تقصف قبل دقائق من وقف إطلاق النار. ما زالت إذن الصواريخ تخرج من قطاع غزة والعين الإسرائيلية على الدقائق الأخيرة. نتيفوت رعيم وأيضا منطقة تيكوما وأيضا كل المناطق متابعينا الكرام في منطقة مجمع أشكول، منطقة المجدل كما يطلق عليها الفلسطيني أو عفوا منطقة المجدل تتعرض لعملية قصف في هذه الأثناء. إذن المراسل الإسرائيلي يقول حتى الساعة 10 ستسمع صفارات الإنذار وهذه الصفارات ما زالت مستمرة. إذن كل المستوطنات في منطقة الجنوب الآن تتعرض لعملية قصف مباشر، هكذا يتحدث الإعلام الإسرائيلي وهكذا المشهد متابعينا الكرام. للحظة الأخيرة إطلاق متواصل من الفلسطينيين كما يقول الاحتلال الإسرائيلي. إذن مشهد الإطلاق الأخير كما يطلقون عليه، الدقيقة الأخيرة والساعة الأخيرة وما زالت الفصائل الفلسطينية تقصف بقوة. زكيم إذا المذيع الإسرائيلي كلكم انتبهوا، 5 دقائق ضايل وسيضربون. أنا بنصحكم ظلوا في البيوت، استنوا الساعة 10 للساعة 10 ظلوا في البيوت، هذول الجماعة بضربوا، هيك بيحكي المراسل الإسرائيلي. إذن يقول في هذه الموجة كان هناك عشرات الإطلاق في أكثر من 14 موقعا وما زال هناك حسب ساعتنا 4 دقائق متابعينا الكرام لوقف إطلاق النار. ובראשון רקטה אחת שיורתה בידי כיפת ברזל, שיגור בודד שיורת בידי לוחמות ולוחמי מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר, והנה ירי על הקיבוץ. הנחיה עכשיו לתושבים בעוטף עזה להיות כולם בתוך המרחבים המוגנים. אידן ולו פיל מלאג'י היק בן כולכום חתה סעה תוקסוף תל אביב או תוקסוף במעט הכוחה. اللي حوالينا اللي بسمعونا اللي شايفيننا ظلوا في الملاجئ. ضايل متابعينا الكرام 3 دقائق بحسب ساعتنا والمقاومة لا أدري كيف تضبط إيقاع ساعتها، الفرق بيننا وبينهم ثوان وكل ثانية لديهم زمارة. ואנחנו למודי ניסיון ולמודי סבבים וגם ב-10 ו-5. إذن متابعينا الكرام الآن نقترب إلى حاجز الدقيقتين ويقول الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين ابقوا في بيوتكم. وما زالت متابعينا الكرام للحظات الأخيرة. إذن الجيش الإسرائيلي الآن يقوم بعملية قصف في قطاع غزة. الآن صفارات الإنذار في العين الثالثة الآن متابعينا الكرام بالقرب من تل أبيب دير نريم. إذا متابعينا الكرام قبل دقيقتين من عملية قبل دقيقتين وقف إطلاق النار تقصف مرة أخرى منطقة تل أبيب. إذا التقييمات يقول سنأخذ متابعينا الكرام قسطا من التفكير كيف سيكون المشهد خلال الساعة القادمة، كيف سيكون الحال عليه الوضع والنقاشات الإسرائيلية عن وقف التعليم والاستمرار والعودة والدوام وغيرها ستكون محسومة خلال الليل. بتقول هل صارت الساعة 10؟ بكل ضايل شوي. إذا الجهاد الإسلامي يقول بأننا ما زلنا على الجوزية التامة وما زلنا حتى الساعة. إذا الآن متابعينا الكرام قبل دقيقة و13 ثانية ما زال هناك رشقات تخرج. إذا 4 مواقع الآن تسمع فيها صفارات الإنذار قبل دقيقة من وقف إطلاق النار كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذا متابعينا الكرام حتى الدقيقة الأخيرة
59 ثانية 57 58 56 54 كملوا عد متابعينا الكرام وما زالت صفارات الإنذار حتى الدقيقة الأخيرة كما يقولون متابعينا الكرام مستمر. إذا بدأ الاحتلال بالعد التنازلي للدقيقة الأخيرة وما زال عملية الإطلاق مستمر. نصف دقيقة على الساعة الإسرائيلية ويدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وما زالت الصواريخ حتى 30 ثانية الأخيرة تطلق الصواريخ من قطاع غزة. إذن في انتفاض الآن متابعينا الكرام يوجد صفارات إنذار الآن تختم التاسعة أو تختم العاشرة. الآن نحن أمام مشهد انتهاء متابعينا الكرام. الآن ندخل الساعة العاشرة وقبل قليل وقبل 30 ثانية من عملية متابعينا الكرام وقف إطلاق النار ودخول حيز التنفيذ كانت الفصائل الفلسطينية تطلق إلى 16 موقع إسرائيلي في منطقة جنوب فلسطين المحتلة. متابعينا الكرام قبل دقيقتين من دخول وقف إطلاق النار قصفت العين الثالثة. قبل 10 دقائق من وقف إطلاق النار قصفت تل أبيب والجيش الإسرائيلي يقول قمنا بقصف في غزة. متبادلة الصور ومحاولة فرض إيقاع الوجود هكذا الصورة الآن. الجانبين للحظات الأخيرة كل من الفلسطينيين والإسرائيليين يريدون فرض رواية الأرض ومن أصحابها وما هي القدرة. دخلت الساعة العاشرة ودخلت في الآن ساعة وقف إطلاق النار بعد 5 أيام من التصعيد. ואנחנו כולנו מחכים לראות כיצד הדברים התפתחו כאן בדקות. إذن في الدقائق الأخيرة بعد قليل سيتضح إذا كان هناك حديث عن التهدئة أم لا. إذن الحديث الإسرائيلي متابعينا الكرام بعد ساعة من التصعيد وقبل ذلك بدأت الفصائل الفلسطينية بالقصف وأعلنت الموافقة في ظل الموافقة تحت النار كما قال الاحتلال الإسرائيلي. تفاوض بالتفاوض طائرات في سماء غزة ومواجهة من القطاع. الاحتلال يقصف في رفح والفصائل تقصف في تل أبيب. الاحتلال يقصف في خان يونس والفلسطينيون يقصفون في منطقة النقب. إذن متبادلة القوة على الأقل ردعية المكان والزمان ومحاولة فرض الشروط. الفلسطينيون يؤكدون في العام 75 من عملية النكبة للفلسطينيين بأنهم ما زالوا على الأرض والاحتلال يقول ما زلنا في عملية احتلال. مقاربة الصور الحقيقة أمام الحقيقة. شعب لا يموت واحتلال مستمر بالجريمة. شعب باقي يؤكد على الحياة واحتلال يمضي في إيقاع الجريمة. المقابل متابعينا الكرام غزة الوحيدة الدولة العظيمة بحضورها بآلها بصمودها بإيقاعها بوجودها هكذا هو المشهد متابعينا الكرام. من تابع الإعلام الإسرائيلي حكومة إسرائيل اجتمعت 13 مرة. الكبينة الإسرائيلي اجتمع 2 مرات. هيئة الأركان اجتمعت 13 مرة. التقديرات متابعينا الكرام في كل مرة بأن الأحداث لم تنتهي بعد هكذا يقول استوديو التحليل. كنا معكم وما زلنا متابعينا الكرام بالدعاء لغزة بحفظها والرضا عن أهلها. حفظ الله شبابها ونساء ورجالها المتواجدون في كل منصات التمثيل لهذا الشعب الفلسطيني. صلاة على النبي محمد غالبة حاضرة. لهذا متابعينا الكرام المشهد متابعينا الكرام هذا هي القراءة متابعينا الكرام. الاحتلال يقول بأننا ابتدأنا حكاية الاغتيال وغزة ظلت تقاتل للحظة الأخيرة. صورة المقاربات البدء لدى الاحتلال والخاتمة لدى غزة. غزة هكذا تقول والاحتلال يقول بحثنا عن ردعية وقيادات كبيرة في مشهد التحليل تقول بأن المعركة القادمة لن تكون بعيدة عن أشهر. إذا متابعينا الكرام كنا وإياكم في هذه التغطية مع شركائنا الإعلاميين على أن نكون دائما معكم في التحليل. أعتذر عن التقصير كنت معكم على مدار أيام التغطية في الترجمة والحديث والتحليل على إمكانية أن نكون صددنا وقاربنا نقلنا الحقيقة حاولنا أن نكون مع إيقاعي
وجع الناس وتفاصيلهم نتمنى منكم المسامحة إن زلت ألسنتنا أو لم نكن محسنين في التحليل هكذا قدرة البشر تتعثر وتسند المعية مع الله بأن يغفر الذنب إن زلت ألسنتنا وزالت